من جديد كابتن ايمن متواصل معاك عقب انتهاء مباراه الاهلي وسموحه، ومعايا كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه. يعني كابتن احمد، اعتقد 3 نقط غاليين امام النادي الاهلي، وكمان يعني في اخر دقيقه في المباراه، اعتقد يعني السيناريو بتاع المباراه كان ماشي بشكل كبير جدا ناحيه النادي الاهلي، وفي الدقيقه 90 قدرتوا تحققوا جون المكسب. النادي الاهلي فرقه كبيره جدا، واحنا لعبنا طبعا بشكل هو طول من اول الدوري نلعب بنفس السيستم هو طبعا طبيعي جدا الشوط الثاني ان انت بتقابل فرقه كبيره وعندها عناصر كتير وعندها تغييرات حتى في التكتيك في الفرقه والتشكيلات عندك قويه جدا، طبيعي جدا ان انت ترجع تدافع، انت برضو يعني ما عندكش برضو العدد بتاع النادي الاهلي، فالطبيعي جدا ان انت قدام فرقه كبيره جدا وتالت العالم ان انت تدافع، ده دي حاجه يعني عاديه، لكن احنا كنا بنشتغل على حاجه معينه المرتدات، احنا الحمد لله ربنا كافئنا ووفقنا في وقت قاتل. احنا كمان كنا عملنا شويه في كان كذا مره في مرتدات طول الماتش بس ما كانتش بتتنفذ بقرار سليم بيبقى فيه ميس باص، بس الحمد لله يعني ماتش كبير قدوه وده توفيق من عند ربنا، وان شاء الله يعني ان شاء الله اللعيبه الماتش ده يديها ثقه اكتر في الفتره الجايه. انا كان يهمني جدا ان انت تنهي الدور الاولاني تجيب عدد نقط 27 بونت كويس بشكل كبير جدا تقدر تبني عليه الفتره الجايه. كابتن احمد، اللي جاي شكله عامل ازاي او شايفه ازاي، خاصه مع ان حسام حسن نجم الفريق النهارده واللي كمان حط جون الفوز، خلاص ده اخر مباراه وهيسيب الفريق وهيروح ليبيا، كمان محمد الطرهوني اللي جاي شايفه ازاي؟ طبعا حسام من الفراوده المعدوده في مصر وهياثر طبعا بالشكل الفني، بس ان شاء الله باذن الله احنا بالجماعيه نقدر نتغلب على النقص ده، وعندي في موجود عرفه السيد وموجود ديريك وموجود محمد نادي، يعني هنحاول على قد ما نقدر نسد الفراغ ده. شكرا كابتن، هناك توفيق لك، شكرا.